أدعوكم لتشكيل لجنة منكم لتقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها اليوم بهدف إنهاء الانقسام وتحديد الوحدة وتحقيق الوحدة الوطنية. هذا ما تمخض عنه اجتماع الفصائل الفلسطينية في العالمين الجديدة، والذي حظي باستضافة مصرية لأحد عشر فصيلا فلسطينيا. النتائج لم تكن على مستوى التوقعات ولا على مستوى التحديات والمخاطر، إلا أنه الخروج بتشكيل لجنة لمتابعة الحوار ومتابعة الاتفاق على الملفات المختلفة بحد ذاته تعتبر خطوة يعني بالاتجاه الصحيح. شاركت حماس وفتح وغابت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية القيادة العامة على خلفية رفض السلطة الإفراج عن المعتقلين من عناصرها. الجهاد الإسلامي متفهم غيابه لأنه له معتقلون سياسيون، وهذا مطلب وطني شامل بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. للأسف الإخوة في السلطة لهم تفسير آخر، لكن كنا نأمل أن يحضر الجهاد الإسلامي، وكنا نأمل أن تفرج السلطة عن المعتقلين السياسيين حتى لا يتغيب أحد من الفصائل الفلسطينية. التحديات التي يتمحور الانقسام حولها تتركز في الملف الأمني، وخاصة المعتقلين والسلاح في أيدي الفصائل الفلسطينية، وبالتالي قد لا يكون النقاش حول هذا الأمر سهلا نظرا للتعقيدات التي تغلف هذا الملف. لم نطرح قضية الانقسام لنناقشها، هناك اتفاقات وقعت حول الانقسام يكفي تنفيذها لإنهاء هذا الانقسام المصنوع بأيدي غير فلسطينية، إقليمية، دولية، إسرائيل أبرزها. الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في مصر ما زالت أمامها تحديات كبيرة إذا أرادت أن تقاوم ما تسميه بفاشية إسرائيل بصورة موحدة لا تقوض شرعيتها الدولية. تامر نصرت، العربية، مدينة العالمين الجديدة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.